القنباز. القنباز الزي التقليدي للرجال في الكثير من القرى والمدن الفلسطينية قديما، رداء طويل أشبه ما يكون بالجلابية، إلا أنه يختلف في تصميمه من حيث أنه ضيق في الأعلى في منطقة الصدر ويتسع تدريجيا من الخصر إلى القدمين حتى يعطي لابسه مزيدا من الحرية والراحة في التنقل والجلوس. اشتهر القنباز كلباس فلكلوري فلسطيني في كافة أنحاء فلسطين، كما كان لباسا تقليديا لغالبية بلاد الشام قديما، ومنه ما كان يصنع من القطن أو الكتان، ومنه من الحرير، وكان مخصصا للمناسبات الاجتماعية المهمة، ومنه ما كان يصنع من الصوف كلباس شتوي يقي لابسيه برد الشتاء القارس. كان المسيرون من أبناء فلسطين من يستطيعون ارتداء القنباز غالي الثمن والمصنوع من الأقمشة المميزة بإشارة لمكانتهم الاجتماعية آنذاك، إلا أن هذا اللباس التقليدي أخذ بالانحسار شيئا فشيئا حتى اختفى عن ملامح القرى والمدن الفلسطينية في الوقت الحاضر، وما عدنا نراه إلى كلباس فلكلوري يرتديه رجال الدبكة في الأفراح والمناسبات الفلسطينية. وكما لكل مكان هويته، كان القنباز هوية الفلسطيني، وإن اختفى هذا القنباز في الوقت الحاضر إلا أن الهوية باقية ثابتة وستبقى.